متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع المتوقع بمشيئة الله تعالى من جديد أن يحمل معه الأمطار. نبدأ هذه النشرة الحقيقة بآخر توقعات فرص الأمطار في العاصمة عمان كما تلاحظون، والعاصمة عمان من المتوقع أن يعني خلال بدايات هذا الأسبوع أن تكون فرص الأمطار إجمالا متدنية ومنخفضة. ترتفع فرص الأمطار كلما اتجهنا باتجاه نهاية هذا الأسبوع، يعني كما نلاحظ يوم الخميس ترتفع فرص الأمطار تصل إلى 85%. حقيقة نراقب في طقس العرب وجود منخفض جوي وتأثر المملكة بمنخفض جوي مع نهايات هذا الأسبوع، وترتفع الأثر فرص الأمطار إلى 85%، وتبقى فرص الأمطار واردة اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى يوم السبت بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى توقعات الأحوال الجوية بهذا الأسبوع يوما بيوم، نبدأ بيوم غد الأحد، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى يوم الأحد كما سنلاحظ يعني أجواء أكثر استقرارا، درجات حرارة تكون يعني تبقى دون المعدلات نوعا ما، 17 درجة مئوية في العاصمة عمان دون معدلات بقليل، أجواء خريفية مائلة للبرودة، لكن ما سيميز الأجواء هو برودة الأجواء حتى في يعني ساعات الليل. سنلاحظ هناك برودة كبيرة في الأجواء عما كانت عليه خلال ربما الأسابيع الماضية. تكون في إربد 20 درجة مئوية، أما تكون في جبال شرق 14، في معان 16 درجة مئوية، وفي العقبة 24 درجة مئوية، وتكون في أرويشد حوالي 18 درجة مئوية. كما نلاحظ درجة حرارة في معان 5 درجات مئوية الصغرى، في ساعات الليل 10 درجات مئوية الصغرى في العاصمة عمان، تنخفض إلى 8 درجات مئوية في جبال الشرار، في حين تكون في خليج العقبة الصغرى 14 درجة مئوية. يوم الاثنين لا تغيير يذكر سوى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تبقى درجات حرارة دون معدلاتها بقليل، والأجواء يعني غالبا مشمسة ظهور لبعض السحب المتوسطة والعالية، تبقى درجات الحرارة في ساعات الليل باردة ومنخفضة، وبالتالي يعني سنشعر في البرودة، وتكون درجات الحرارة مثلا في العاصمة عمان 18 درجة مئوية، في 23 في جبال أشرار 16 درجة مئوية، وفي العقبة تقريبا 26 درجة مئوية، في معان حوالي 17 درجة مئوية، وكما تلاحظون في شرقي المملكة تكون حوالي 20 درجة مئوية في ساعات الليل. يوم الثلاثاء يتوقع أن يزداد نشاط سرعة الرياح الجنوبية الشرقية على المملكة كما حدث تقريبا خلال الأسبوع الماضي، تزداد سرعة الرياح، وبالتالي يتوقع أن نشعر أكثر ببرودة الأجواء بالرغم من بقاء درجات الحرارة ضمن نفس المستويات، إلا أن الشعور بالحرارة سينخفض يوم الثلاثاء، وتكون تقريبا درجة حرارة في العاصمة عمان 18 درجة مئوية نهارا 8 درجات ليلا، ظهور لكميات من السحب، الغيوم والسحب تحجب أشعة الشمس، وبالتالي أيضا يزيد على الإحساس بالبرودة بشكل عام في الأجواء. تكون 23 درجة مئوية في إربد والصغرى 11، 16 درجة مئوية إلى 8 في جبال الشرار، 18 إلى 7 في معان، ترتفع في خليج العقبة إلى 25 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 16 درجة مئوية، وتكون في الرويشة تقريبا ما بين 20 إلى 10 درجات مئوية مع هبوب لرياح جنوبية شرقية قد تثير الأتربة أحيانا، وكما ذكرنا بشكل عام هناك يعني زيادة بالإحساس بالبرودة نتيجة نشاط سرعة الرياح. يوم الأربعاء تدريجيا يتقدم أو يزداد تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة مرافقة لي يعني على الأغلب منخفض جوي يتمركز في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. في ساعات النهار في القسم الأول من ساعات النهار يبقى الطقس مستقر مع ظهور بعض السحب يعني المتوسطة والعالية وعلى ارتفاعات مختلفة، مع بقاء درجات حرارة في ذات المستوى يعني تكون ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية في العديد من المناطق، ترتفع في الشمال إلى 22 درجة مئوية، وتكون 16 درجة مئوية في جبال الشرار، وتكون في العقبة 25 درجة مئوية بشكل عام، أما حتى في الرويشة تكون حوالي 20 درجة مئوية، لكن اعتبارا من ساعات المساء والليل تزداد فرص الهطول وهطول أمطار، غالبا ستكون زخات رعدية من الأمطار. يوم الخميس يزداد تأثر المملكة بهذه الأحوال الجوية الغير مستقرة والمرافقة لمنخفض جوي، نرصد أيضا اندفاع كتلة هوائية باردة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة، يتوقع أن يطرأ انخفاض كما نلاحظ لافت الحرارة، تكون في العاصمة عمان 12 درجة مئوية في ساعات النهار، 14 درجة مئوية في العام، 16 درجة مئوية في إربد، وأيضا تكون نحو 10 درجات فقط في مرتفعات الشرار، و 23 درجة مئوية في العقبة في ساعات النهار، وتكون 16 درجة مئوية
في المناطق الشرقية من المملكة يتوقع أن تهطل الأمطار رعدية في مناطق مختلفة وفي أجزاء مختلفة متفاوتة الشتاء. كلما اقتربنا في الوقت الزمني يمكن تحديد قوة هذه الأمطار، وحتى إذا كان منخفضا جويا سيتم تصنيفه وفق مؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية من طقس العرب. لكن بحمد الله المؤشرات جيدة لأن تعم الأمطار مناطق مختلفة من المملكة نهار يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس تبقى الأجواء غير مستقرة، فرص الأمطار في مناطق عديدة من المملكة وسط أجواء باردة للغاية بالمقارنة مع هذا الوقت من العام ومع المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون حتى مثلا في العاصمة عمان درجة الحرارة فقط ربما لا تتجاوز يوم الجمعة المقبل 11 درجة مئوية. إذا هذا بالنسبة للنشرة الأسبوعية، ربما يعني قمنا بشرح كيف سيكون هذه الأجواء في المملكة خلال هذا الأسبوع، ولكن ربما كلما اقتربنا في المسافة الزمنية يمكن تحديد تفاصيل أكثر بما يخص الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع ونهايات هذا الأسبوع. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. دمتم بخير، إلى اللقاء.